الخيل. هم دول خيرك ناد الارض. هم دول 73. هم دول الاعمص. هم دول الاعمص. احنا الفراعنه لازم نحترم جيشنا، واللي بيحترمش جيشنا الباب جمال يوسع بلد. بالجزمه ارحل امشي. دي مصر. تحيا 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 مصر. عاش جيش مصر عاش. عاش جيش مصر عاش. عاش جيش مصر عاش. عاش جيش مصر عاش. بالدور بالعرض هنجيب الاخوان الارض. بالدور بالعرض هنجيب الاخوان الارض. خايفين ليه؟ بالدور بالعرض. اوعى حد يكلمني. يا سيسي يا سيسي بنحبك يا سيسي. الجيش والشرطه والشعب ايد واحده. الجيش والشرطه والشعب ايد واحده. الجيش والشرطه والشعب ايد واحده. الجيش والشرطه. لا ولن تسكت مصر ابدا ابدا. سيفضل جيش مصر لغاية الدنيا كلها ما تقوم. مصر هي مصر. عاشت مصر حرة. عاشت مصر حرة. عاشت مصر حرة. عاشت مصر حرة. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. الجيش والشعب والشرطة ايد واحدة. الجيش والشعب والشرطة ايد واحدة. يا سيسي بنحبك يا سيسي. بنحبك يا سيسي. يا سيسي بنحبك يا سيسي. تسلم الايادي بقى. تسلم الايادي يا جيش بيلا. جاي متضامن النهارده مع حركه انا المصري، متضامن مع الفريق اول عبد الفتاح السيسي ضد المدعو باسم يوسف اللي حصل ضد اللي حصل منه في الحلقه الاخيره اللي هو عرضها في السي بي سي. حضرتك سبب الوقفه النهارده اعتراضا على باسم يوسف، طالبين ان البرنامج يقف ولا يغير يعني يغير اسلوبه في النقل؟ مش البرنامج يقف، القناه تتقفل. قناه السي بي سي تتقفل. القناتين يتقفلوا، قناه السي بي سي والبلس يتقفلوا الاثنين، لان لما صاحب القناه يسمح بحاجه زي كده يبقى انت موافق. ولكن هناك بعض التصريحات في الاول عن البرنامج بيقول ان البرنامج ساخر وهزلي. برنامج ساخر وهزلي يبقى مالكش دعوه برموز الجيش، ما تقربش من الجيش. الجيش المصري خط احمر عند الجميع. عند جميع الجيش المصري خط احمر. اي نعم. ما توقفش تسخر من قائد رد لينا كرامتنا في 30 يونيو بعد ما كانت البلد مخطوفه من عصابه. حضرتك شايف مين اللي يستحق رئيسا لمصر في المرحله القادمه؟ طبعا هو كل الناس طبعا بتتكلم وتقول الفريق السيسي. انا الفريق اول السيسي طبعا على راسي من فوق، بس انا نفسي كراجل عسكري سابق ما برجحش ان هو يكون رئيس جمهوريه حاليا، لان الجيش عليه مخطط كبير وهو اللي يقدر يظبط الامور دي في الفتره الحاليه اللي احنا فيها. مش عايزين بس السمره ده. الجيش والشعب ايد واحده. الجيش والشعب والشعب. يوسف الحلقه الاخيره اللي عملها في اخر انت واقف النهارده ليه؟ انا جاي بس اوصل رساله للاراجوز اللي اسمه بس موسي. اللي يغلط في جيش مصر الشعب المصري كله هيدوسه بالجزمه مهما يكون هو مين. شكرا. اخذوا التعليمات بالمخطط الجديد لهدم مصر. ايه
حملة ايه؟ مطلب وطن. مطلب وطن لترشيح الفريق السيسي بنجمع 30 مليون توقيع لإجبار للترشح. حضرتك هتعمل توقيعات كلها من جميع المحافظات ولا مثلا مختص مناطق كل محافظات مصر؟ حضرتك هناك بعض الحملات للفريق السيسي برضو، منها السيسي رئيسا ومنها كمل جميلك، ايه وجه التشابه ما بين الحملة بتاعتكم وبعض الحملات الثانية؟ لا، الحملة بتاعتنا بتضع اولويات للبرنامج الانتخابي للفريق السيسي اللي هو لمطالب الناس حاجة في طلبات طلبها، احنا عاملينها كبرنامج انتخابي لي بالاستمارة بتاعت الحملة. تمام، الحملة بتنادي بيه كرئيس عشان توحيد السلطات. تمام، وحضرتك تقدر تقولي مين المكتب التنفيذي للحملة او مين بعض الشخصيات العامة المنضمة للحملة ولا عبارة عن مجموعة شباب؟ الأستاذة فريدة الشواشي والأستاذ سليمان الحكيم من اكتر الناس داعمين لنا في الحملة، وبنتواصل مع شخصيات عامة هنعلن عليها بالمؤتمر الحملة ان شاء الله. اول مؤتمر هتعلنوا عن الارقام امتى؟ تحديد اسبوع، في خلال اسبوع. خلال اسبوع ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك. حميل امريكا وقطر وتركيا، هو ده باسم يوسف. باسم يوسف كل ما نتطور على شعب مصر وجيش مصر يبقى هو ده رمز باسم يوسف. ده رمز باسم يوسف العميل، هو امريكا وقطر وتركيا. انا المتحدثه الاعلاميه باسم حمله مطلب وطن ملاذ الحكيم. احنا موجودين هنا كحمله مطلب وطن لترشيح الفريق السيسي للتنديد بتطول الاعلامي باسم يوسف على المؤسسه العسكريه وعلى الشعب بوصفه في شخصيه جماهير اللي قدمها الفنان خالد منصور. جماهير قدمت اعلام مسف، قدمت الشعب بانه مرأة عاهره، بانه امرأة مغتصبة وسيئة السمعة، وده مرفوض تماما. فكرة ان احنا جايين دلوقتي في وقت احنا بنرشح فيه السيسي للرئاسة، وكان ايام يعني تطول عليه، وفي نفس الوقت كان ايام مرسي بيتطول عليه، انت ما تقارن ليش مرسي بالسيسي. مرسي وقف بجماعته ضدك، السيسي وقف بجيشه معاك، فانت ما تقارنش ده بده، ما فيش مقارنة اصلا. امتى انشئت حملة مطلب وطن؟ يوم 2/9/2013. كان الهدف منها هو ترشيح الفريق السيسي للرئاسة؟ طبعا، كنا من البداية بنرشح الفريق، بنجمع له 30 مليون توقيع نقنعه بيها، لانه كان رافض من البداية بانه يترشح للرئاسة. ولكن هناك بعض الحملات، منهم حملة كمل جميلك ومنهم السيسي رئيسا، وهناك بعض الحملات تنادي بترشيح الفريق السيسي، ما قول حضرتك على ان الحملات كثيرة مش تحت مندرج حملة واحدة؟ بالعكس، احنا مع التعدد ما فيش مشكلة طالما هدفنا واحد وآليتنا واحدة. احنا نفس الآلية بنستخدم نفس الآلية اللي هي استمارة ورقية او استمارة الكترونية، ما فيش مشكلة. للرأي ولا كتأييد لي او يعني ترشيح لي. فكرة في ان مطلب وطن مختلفة عن بقية الحملات في حاجتين: اولا احنا حملة شبابية صرفة، ما فيش اي تمويل، قائمة بالجهود الذاتية. الحاجة الثانية ان مطلب وطن بتقدم 6 بنود لاساسيات البرنامج الانتخابي للفريق السيسي، ودي ما فيش اي حملة عملتها. كمان بنقدم مبادرة شعبية بس بعد اقناع الفريق، بعد ما نجمع له 30 مليون توقيع لترشيحه، وبعد ما يترشح بنقدم له مبادرة ان احنا بنجمع من الشعب البرنامج الانتخابي ليه، وبنصيغه بطريقة معينة وبنقدمه له ان شاء الله باذن الله بعد ما يترشح. استاذة ملاذ، حملة مطلب وطن لمت كام توقيع لترشيح الفريق السيسي؟ 8 مليون حتى الان. لحد الان 8 مليون من جميع المحافظات؟ من جميع المحافظات. ولا يوجد هناك بعض المحافظات لم يتم من خلالها اي تصويت؟ هي بس مرسى مطروح عندنا بس دروب فيها، لان المحافظة حدودية يعني الى حد ما متكتمة شوية، فالمنسقين خايفين بس من، مع ان شمال سيناء من اكتر المحافظات اللي جمعنا فيها توقعات. متى سيتم الاعلان عن اول مؤتمر لمطلب وطن للاعلان بالنتيجة؟ قريبا ان شاء الله، احنا بنعد ليه حاليا، بس محتاجين بس ان نتواصل مع السياسيين والاعلاميين والرياضيين اللي هيجوا يحضروا المؤتمر. ان شاء الله هيكون مؤتمر اعلامي وشعبي في نفس الوقت، يعني الصحفيين هيجوا في نفس الوقت، هيكون في الشارع مع الناس، مفيش مشكلة. حضرتك تقدر تقول لنا من هم الشخصيات العامة اللي انضمت لحملة مطلب وطن؟ الاعلامية فريدة الشباشي دي اول الموقعين على استمارة الحملة، كمان الاستاذ سليمان الحكيم كاتب صحفي مصري في المصري اليوم، معايا
كمان كان في مع الإعلامية داليا مصطفى في تواصل كمان مع الأستاذ داليا حسن، بعتذر، من الإعلامية في التلفزيون المصري، في تواصل مع الأستاذ عبد الحكيم عبد الناصر من أجل الراحل جمال عبد الناصر. لا، في تواصل مع ناس كتير حاليا ان احنا يعني وافقوا على التوقيع على استمرارة الحملة، بالذات حملة مطلب. ماذا لو تم رفض قبول الفريق السيسي للترشح للرئاسة؟ ما احنا بنجمع له 30 مليون توقيع، وبعدين ده حكم مصر شرف، مين اللي يرفض؟ احنا بنطلب منك كزعيم انك تترشح باسمنا، ايه اللي يجبرك ان انت ترفض؟ ما هو هيفضل ان هو يكون وزيرا للدفاع افضل من يكون رئيسا للجمهورية وزير دفاع في البدله العسكريه. تمام، عنده من هو يبقى رئيسا للبلد. طبعا على راسنا من فوق وارادته على راسنا من فوق، بس احنا اراده شعب. بعدين عايز اقول لك على حاجه، فريق اول او وزير دفاع بيفضل زي ما هو؟ لا، حتى ضد فكره تحصينه للنهايه، هيفضل وزير دفاع للابد؟ لا طبعا، هيجي رئيس تاني وهيشيل الحكومه، واول من سيزال وسيتم عزله الفريق السيسي. ليه؟ لان اي رئيس قادم هيخاف منه، هيترهب منه، لانه لازال شخص او رئيس كان وراه جماعه، ما بالك رئيس بدون ضهر. سوم لك؟ لا يا لا، ده البلد يا عم. انت شفت التسجيلات؟